بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. اليوم بنستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا المتميزة في كيفية تحويل ملفات PDF باللغة العربية إلى وورد باللغة العربية. أخيرا توصلنا لطريقة سحرية جربتها أكتر من مرة وأثبتت نجاحها 100%. الطريقة دي بدون استخدام اي برامج. ايه هو خطوات هذه الطريقة؟ خطوات الطريقة دي ان عند حضرتك ملف PDF باللغة العربية، هتدخل على احد المواقع اللي هحول لي هذا الملف الى صور. لما يحوله لي الى صور ارجع افك هذه الصور واقوم باعادة تجميعها مرة اخرى كملف PDF، ثم بعد ذلك ادخل على جوجل درايف، ومن جوجل درايف اقدر احوله الى وورد عربي انزله او انسخه في برنامج الوورد. والطريقة متجربة 100%، هي خطواتها مركبة لكنها للمتميزين، وكلنا بنسعى وشفنا عملية الانكودينج، عملية التشفير بالنسبة لملفات PDF باللغة العربية، وكلنا واجهنا صعوبات كبيرة جدا في عملية تحويل ملفات PDF العربي الى وورد عربي، واحيانا بتنجح واحيانا ما بتنجحش، واحيانا بتكون نسبة النجاح 90% او 80%، وبنبذل مجهود كبير. تعالوا بينا نجرب الطريقة الهدية المبتكرة الجديدة ديت، وياريت كل الاصدقاء يقوموا بعمل شير لهذا الفيديو لتعم الفائدة على الجميع على مستوى الوطن العربي. تعالوا بينا نبدأ خطواتنا. بداية ده ملف PDF باللغة العربية بيتكلم على احد رواد الادب في تاريخ مصر، وهو توفيق الحكيم. ده عبارة عن اربع صفحات هذا الملف، وممكن يكون ازيد من كده، مفيش اي مشكلة. اذا عندي ملف PDF باللغة العربية عايزين نحوله الى وورد باللغة العربية. الخطوة الاولى انا هقوم بغلق هذا الملف اهوت، هقوم بغلق الملف. الخطوة الاولى ان حضرتك هتبدأ تدخل على النت، ومن خلال احد المتصفحات الموجودة في الجهاز عند حضرتك هتدخل على الحساب الخاص بيك في جوجل اللي هو حسابك الخاص في جيميل، ثم بعد ذلك يا اما تبحث على جوجل درايف في محرك البحث، يا اما تكتب في خانة اليو ار ال درايف وبعدين نقطة وبعدين جوجل وبعدين كوم وتضغط انتر، يا اما ان حضرتك تذهب الى التطبيقات الموجودة في جوجل وهتختار درايف. تمام، اصبحنا كده جهزنا منطقة العمل الخاصة بينا. هنترك الجزئية ديت، ثم نفتح تبويب جديد. التبويب ده هوت عنوانه اللي هو ilovepdf2.com/pdf2bg. الرابط ده هتلاقوه موجود في خانة اليو ار ال. الرابط ده هو محور نجاح عملية التحويل. ليه؟ لان من خلاله هنقوم بتحويل ملف البي دي اف الى صور. يا ريت الخطوات اللي احنا بنقولها نسجلها الاول في ورقة ونتدرب عليها لحد ما نكتسب المهارة الخاصة. يبقى اتكلمنا ان عندك ملف بي دي اف باللغة العربية، شغلت احد المتصفحات، دخلت على الايميل بتاعك وجبت الصفحة الرئيسية اللي هي google.com، ثم بعد ذلك من التطبيقات اخترت درايف، او كتبت في العنوان drive.google.com، او ان من خلال محرك البحث قلت له ابحث لي على جوجل درايف وضغطت على الرابط الخاص بيه، فبيطلب منك انك تكتب الايميل والباسورد. دخلت في جوجل درايف ما فيهوش اي مشكله. الخطوه الثالثه انك تفتح تبويب جديد، وممكن الخطوه الثالثه تنقلها بدل الخطوه الثانيه ما فيهاش اي مشكله، ثم العنوان ده تقوم بنسخه او الضغط عليه اللي هو ilovepdf.com/pdf2gbg. ثم لما يفتح هذا الموقع اللي هو ilovepdf على هذا النحو هتضغط لي على زر select pdf file. نقوم بالضغط على select pdf file، هيظهر صندوق حواري، هنقوم بتحميل ملف PDF اللي هو مكتوب باللغة العربية في هذا الموقع، ونضغط على زر كونفيرت لحد ما يتم التحويل، ونقوم بعمل داونلود بالنسبة له،
ثم بعد ذلك نقوم بفك الضغط زي ما هنشوف الخطوات مع حضراتكم. بعد ما فتح الصندوق الحواري هنقوم باختيار الملف اهوت اللي هو البي دي اف اللي اسمه توفيق الحكيم، واقول له اوبن وانتظر الى ان يتم تحميله في هذا الموقع. بعد الانتهاء من التحميل هيظهر زر اسمه زر التحويل، اهو تم بالفعل رفعه، في زر اسمه زر كونفيرت تو جي بي جي، هنضغط عليه وننتظر الى ان ينتهي من عملية التحويل بنسبة 100%، ثم بعد ذلك نقوم بتحميله على الجهاز. ده بيظهر حجم الملف واسمه، وكل ما زادت عدد الصفحات كل ما كبر حجم الملف، كل ما استغرق وقت اكبر. مع حضراتكم كده انتهى من عملية التحويل، وظهر قدامي زر اسمه داونلود جي بي جي ايمج، هضغط عليه على هذا النحو، هيقوم بتنزيل الملف البي دي اف عربي اللي قام بتحويله الى صور. بنقول ملاحظة ان كل صفحة هتبقى صورة، كل صفحة هتبقى صورة. اذا الملف لو 4 ورقات هيبقى 4 صور، لو 10 ورقات هيبقى 10 صور، لو 20 ورقة هيبقى 20 صورة. هيتم تحميله في مجلد الدوكيومنت، هنتظر الى ان ينتهي من التحميل، ثم بعد ذلك اقوم بفك الضغط ده هوت في مجلد فرعي، على اساس هنعيد دمجهم مرة اخرى للبي دي اف. يبقى اذا الملف بي دي اف عربي هنحوله الى صور، ثم نرجع تاني نقوم بتجميع الصور الى ملف بي دي اف مرة اخرى. والخطوة الاخيرة هتكون في جوجل درايف، ان احنا نقوم بفتحه من خلال جوجل درايف وتنزيله على الجهاز، وهنشوف ان النتيجة 100% بمشيئة الله بدون اي مشاكل مع حضراتكم. بعد الانتهاء من عملية التنزيل هنضغط ونختار عرض في مجلد، او نذهب الى مجلد الدوكيومنت، ومن الدوكيومنت في الداونلود، من الداونلود هنلاقيه موجود اهوت، هو ده الملف، هنقوم بنسخه، وعلى سطح المكتب نقوم بفك الضغط مع حضراتكم. عملنا اهوت كوبي، قفلنا ده، نيجي على سطح المكتب اهوت، هضغط كليك يمين، وبعدين اقول له ادي بيست لصق، هيبدا تنزيله. بيكون الجهاز متثبت عليه برنامج الوين رار او الوين زاب او زد 7، اي برنامج من برامج فك الضغط، على اساس ان الملف ده بعد ما تحول الى صور بيكون ملف واحد مضغوط، كل صفحة عبارة عن صورة. ثم بعد ذلك هنقوم بفك الضغط زي ما هنشوف، هضغط كليك يمين على هذا الملف المضغوط، وهختار اكستراكت تو، اسمه اللي هو رابع اختيار، لا هير ولا فايل، هختار اكستراكت تو لايف بي دي اف جي بي جي بهذا الوضع. فبيتم فكه في مجلد واحد يحمل نفس الاسم. هنقوم بفتح المجلد، هنلاحظ انه بيحتوي على مجموعة من الصفحات، كل صفحة عبارة عن صورة، يبقى المستند 4 صفحات يبقى 4 صور، وهكذا زي ما احنا اسردنا في عملية الشرح. ادي هذا هو الملف، تمام. ممكن حضرتك تعمل خطوة استباقية، ممكن حضرتك تعمل خطوة استباقية بحيث نيجي في الصفحة دهية نعملها اعادة تسمية، ونسميها مثلا 1، الصفحة اللي وراها نسميها 2، نسميها 2، الصفحة اللي وراها هنسميها 3، طالما الاسم مش باين، او كان ممكن المستند تسميه باللغة الانجليزية بدل اللغة العربية. بعد ذلك هنقوم بتجميع هذه الصور، بتكون انت مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك برنامج ادوبي اكروبات، تكون مثبت برنامج ادوبي او اكروبات او احد البرامج التي تقوم بتحويل الصور الى ملفات بي دي اف. هنقوم بتحديدهم كلك ونضغط عليهم كليك يمين، ثم بعد ذلك هختار امر من القائمة المختصرة اللي هو الكومباين فايل ان بي دي اف، هيقوم بتجميع الصور ملفات الصور ديت لملف واحد بي دي اف. هنشوفه مع
حضراتكم. هقوم بالغلق ديت، خلاص هي كده ادت ديت دورها، عملية التحويل هتبدأ نافذة لعملية التحويل، بيجيب لي الصور، هضغط على كومباين فايل وانتظر الى ان يتم تجميع او دمج هذه الصور. ناخد بالنا ان هذه الطريقة طريقة مبتكرة وطريقة جديدة وطريقة فعالة بنسبة 100%. بعد كده بيظهر قدامي هذا المستند، بضغط على أداة حفظ باسم، أداة حفظ باسم اللي هي أداة الحفظ، وهسميه مثلا توفيق زي ما هو كده، وتوفيق 1-2، وباسم اهو ضاغط على سيف، وانتظر الى ان يتم تحميله على سطح المكتب. قمنا كده بعد ما قمنا بعملية التحويل وفتحه، قمنا بحفظه على سطح المكتب. ده احيانا قد يتطلب بالضرورة وجود برنامج ادوبي اكروبات، وده المحاضرة التالتة او الفيديو التالت اللي هيكون بعدها مباشرة، ازاي نقوم بتحميل برنامج ادوبي اكروبات وازاي نعالج عملية التحويل، خلينا في المحاضرة بتاعتنا. ثم بعد ذلك اقوم غلق هذا الموقع واذهب الى جوجل درايف، ودي الخطوة الاخيرة. خطوات كلها مركبة سيستماتيكال، ياريت بنسجلها اول مرة لحد ما نكتسب الخبرة، بعد ذلك هنلاقي العملية عملية بسيطة ومباشرة. بعد ذلك نذهب الى جديد اللي هي نيو، وهنختار منها تحميل ملف، هنختار منها تحميل ملف. هيبدأ يظهر قدامي صندوق حواري، من خلال الصندوق الحواري هنقوم بتحميل الملف اللي احنا قمنا بيه بعملية الدمج، اللي احنا قمنا بيه بعملية الدمج، لان انا لاحظت ان عدد من اساتذتنا الاجلاء بيكمل نص الطريق ويسيب النص التاني، بمعنى ان هو بيحول ملف البي دي اف الى صورة وياخد الصورة يقوم بفتحها من خلال برنامج من خلال موقع الجوجل درايف، ثم يفاجأ ان الصفحة الاولى غير قادر على اجراء تعديلات عليها، وكذلك ما بيديش غير صفحة واحدة. اذا احنا بنتكلم على الخطوات الصحيحة اللي احنا اكتشفناها وجربناها واثبتت نجاحنا. هنبدأ نجيب دلوقتي الملف اللي هو اسمه توفيق 1-2 اللي احنا قمنا بحفظه بعد ما قمنا بتجميع الصور، ايا كان عدد هذه الصور، ايا كان عدد هذه الصور مع حضراتكم. ادي توفيق 1-2 واقول له اوبن، وننتظر الى ان يتم التحميل. بعد الانتهاء من التحميل هيظهر في منطقة او في خانة ملفاتي، هننتظر مع حضراتكم عملية التحميل داخل جوجل درايف، تستغرق وقت على حسب حجم هذا الملف. هنا بيقول لي 4 دقائق، فانا هقوم بايقاف التصوير ثم الرجوع مرة اخرى بعد الانتهاء من عملية الرف. بعد الانتهاء تظهر الرسالة دي تقول اكتمل تحميل عنصر واحد ويدهولي بهذه الطريقة، او ابحث عنه في خانة ملفاتي باسم توفيق 1-2، هذا هو الملف. احدده واضغط عليه بالزر الايمن للفارة، ثم اختار اوبن ويز او اوبن يوز فتح باستخدام، واختار جوجل مستندات جوجل او جوجل دوكيومنت. هيتم فتح تبويب جديد يتم من خلاله استعراض او عرض هذا الملف باللغة العربية في صورة الوورد، وده هيمكننا ان احنا نقوم بنسخه او يمكننا ان احنا نقوم بحفظه او يمكننا ان احنا نعمل تنزيل. هنشاهد مع حضراتكم ونشوف نسبة بالمقارنة بالفيديو اللي السابق وصلنا لنسبة نجاح قد ايه. هتذهلوا من نسبة النجاح في عملية تحويل ملف البي دي اف عربي الى وورد عربي، نسبة تخطت 99%، تخطت تصل الى 100%. ادي توفيق الحكيم، واللي ده توفيق الحكيم، ونفس نوع الخط، نفس نوع الخط. يا ريت نستعرض حتى التواريخ اللي كانت قطع في المحاولة اللي فاتت، هنا ظاهرة واضحة 1915 1990 1919 وهكذا. هنبدأ نستعرض مع حضراتكم 4 صفحات عشان نشوف هل بالفعل هي ولا لا. زي ما انتم شايفين انها بالفعل 100%،
100% بنفس التنسيق، بنفس نوع الخط، بنفس الدباجة، كل شيء تمام. ادي الملف اهوت قدام حضراتكم، لا تخطئوا العين، لا تخطئوا العين. ادي الصفحات الموجودة. طيب بعد كده انا عايز احفظه قدامك، يا اما تقوم بعمل تحديد، انك تذهب الى قائمة تعديل وتختار منها تحديد كلي، او ان حضرتك تضغط على كنترول ايه فيتم تحديده، وتضغط كليك يمين عليه وتعمل نسخ وتفتح برنامج الوورد وتلزقه في برنامج الوورد. اهو عملنا نسخ اهوت وتلزقه في برنامج الوورد تمام. دي خطوة. او ان حضرتك تذهب مشكورا الى قائمة ملف، قائمة ملف، ومن قائمة ملف هنختار عندنا امر انه اسمه امر تنزيل، تعمله داونلود بصيغة مايكروسوفت وورد، فيتم تنزيله في مجلد الدوكيومنت، يتم تنزيله في مجلد الدوكيومنت الخاص بحضرتك في الداونلودز، يتم تنزيله على هذا النحو. هننتظر لحد ما ينتهي وهقوم بالضغط عليه وفتحه، هتفاجئوا ان هو تيبيكال ملف البي دي اف اللي باللغة العربية اصبح وورد باللغة العربية. ثواني هينتهي من التحميل، ثواني هينتهي من التحميل. وبكده دي هديتنا لحضراتكم خلال هذا العام والجميع الاعوام القادمة بمشيئة الله عز وجل. طريقة سحرية، طريقة مبتكرة، طريقة مركبة، طريقة مركبة، لذلك يجب التدريب عليها كويس جدا. زي ما قلنا عندك ملف بي دي اف عربي، حضرتك الملف ده هو هتذهب الى موقع تحويل الصورة اللي هو الاي لاف بي دي اف، هتجدوه في خانة الوصف الديسكريبشن، هيحول لك الملف البي دي اف عربي الى ملف صور، كل صفحة هتبقى صورة، وهيدي لك هذا الملف مضغوط، هتعمله داونلود، تقوم بفك الضغط بعدد صفحات هذا الملف اللي بالعربي، هيبقى عندك عدد صور، هتقوم بعدد تسميتها او ترتيبها زي ما انت عايز، ثم نقوم بتحديدها ونعمل عملية كومباين، عملية تجميع. واجهتك مشكلة، ابحث على برنامج ادوبي اكروبات او احد البرامج اللي تقوم بتجميع الصور في صورة بي دي اف، وده هيكون في المحاضرة التالتة، وفي قائمة هتكون موجودة داخل قناتنا اسمها تحويل ملفات البي دي اف عربي الى وورد عربي ان شاء الله عز وجل، هيكون فيها ثلاث فيديوهات، الفيديو السابق والفيديو الحالي والفيديو الاخير اللي هو فيه هدية ازاي نحمل برنامج ادوبي اكروبات. وللعلم برنامج ادوبي اكروبات يستخدم لانشاء ملفات البي دي اف، ويستخدم في التعديل ملفات البي دي اف، يستخدم في الاضافة، زي يستخدم في الحذف محتويات الملف البي دي اف والكلام ده. انا دلوقتي ضغطت اهوت على الوورد عشان نشوف هل الصيغة هي هيها ولا لا. هيتم فتح برنامج الوورد ايا كانت نسخة الوورد الموجودة على جهاز حضراتكم، هننتظر ونشوفها كده مع حضراتكم. زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين نجحنا بنسبة 100% في عملية التحويل. اتمنى الكل يستفاد من هذه الطريقة المتميزة، وما ننساش هتلاقوا الروابط الخاصة بهذا الفيديو بالشروحات الخاصة به أسفل هذا الفيديو، بالإضافة لوجود قائمة تشغيل داخل قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.